ثم العودة للنادي الأهلي، أو يعني حتة احترافه يرجع لمصر، كانت وجوده في النادي الأهلي وده شيء مميز، فرق كتير جدا مع الجبهة اليمنى في النادي الأهلي في التوقيت ده. برحب طبعا بنجم مصر ونجم النادي الأهلي والمدير الفني الحالي لمنتخب السويس كابتن ياسر رضوان. كابتن ياسر برحب بيك. كابتن ياسر أهلا بيك كابتن فاروق، ربنا يخليك. بتغيب عننا كتير. انا سعيد ان انا موجود معاك. طب ما تقولش على التليفونات ليه؟ عايز افهم بس. انا اقدر؟ لا بجد مش احنا يعني، بس كل الناس تشتكي منك. لا هو بس عاطف اللي بيشتكي مني. لا لا مش عاطف يعني، بص انا ساعات بتصل بيك ما بتردش، كل طبعا الصحفيين ما بتردش. كابتن فاروق انت اللي مشغلك كتر فنسيتني يعني. طب قبل ما نبتدي الحوار معاك، خلينا بس نروح نشوف فيديو وعايز اخد تعليقك عليه، لان اكيد جزئيه مهمه جدا بتحصل احنا كلعيبه في وقت من الاوقات ولكن ما بنعرفش ايه سببها، فبنبتدي نعمل الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. الفيديو احمد بعد اذن. ده سعد سمير هو بيدبح عجلين النهارده كابتن ياسر، ماشي، هو وعلي معلول يعني. بس هو سعد هو اللي بيدبح عليه يعني، تصدق بعجل من العجول عشان حته الاصابات. هو انا رايي كان سعد اتبه جزاره كان حفظ الله. لا سعد طبعا نجم كبير، وان هو اللي بيدبح بنفسه دي حاجه طبعا قليل جدا لما بنشوفها في الملاعب بتاعتنا. الحسد موجود في كل شيء يا كابتن فاروق. واحنا عارفين الحاجات دي كويس وبنامن بيها، موجود في القران. جزار بجد يا كابتن ياسر. ما شاء الله يعني. ده بالظبط يعني، عارف انت ما خدش منه ثواني. لا بس حصل لك حاجه زي كده كابتن ياسر يعني، بعض الاصابات او بعض الامور اللي وقفت معاك؟ طبعا التصدق ده بالله يعني اضحيه ما فيش مشكله خالص منها، ده على طول على مدار السنه، ولكن لسبب معين يعني. طبعا حصلت اكتر من مره. ساعات انت بيحصل لك كبوه او بعض اللي بيجي فترات بتبقى مش ماشي بشكل كويس، فبتحاول تقرب جدا من ربنا وتبدا تتصدق، فبتبدا تعمل الحاجات دي. بعد اصابه مثلا وبدا ترجع الملعب، فبرضه بنفس السياق كده بتقدر تعمل الحاجات دي. الحاجات طبعا احنا مقتنعين بيها ومؤمنين بيها، فعشان كده بنرتاح لما بنعملها يعني. ده موجود الاضحيه دي موجوده بالظبط كده يعني. لكن وانت كمدير فني ما عملتش حاجه عشان تفك نحس مثلا وقت معين؟ كان نفسي والله بس ما فيش. مرة واحدة السنة مرة واحدة بس السنة اللي فاتت مع جمهورية شبين، جمعنا من الجهاز ومن اللعيبة وعملنا حاجة زي كده يعني في وسط الموسم. منور كابتن ياسر.